شوف شوف استرو فين هما الناس اللي كلشي لا فين هي العائله اللي تجي ما عندوش عائله لا العائله اللي دخلها لها بنتها جيتي فين هي المره اللي دخل لها عائله اجا حاجه شنو وقع احقرني واحقرني تعرفني بعبد العزيز لا يا بشوي الحجة دراري شوية المساء الله يرضيك احنا وراسك الله يرضيك شوية المساء الله يرضيك الدري هذا راه ودربنا مرة خويا كل مرة في العام كتجي واحد الحالة هيستيري دابا السيدة هي ساكنة بوحدها دخل فرقع الباب ودخل عليها ما عرفتش اش من غرض عنده الله أعلم ما قلت لك تهرسوا اشني من عندك هذا شو واش قجاك؟ انت شو عندك؟ اجني تعرف عندي راجل تعرف واش انت كنتي بوحدك؟ بوحدي انا وبنتي شو اللي كيدايره؟ انا مريضه انت شوف حالتي واش انت شنو عندك واش انت سبع الغوات؟ وي هذا شنو عندك خاصو خرج من تما معنا سمعنا القوم بس شنو عندك شنو عندك شنو عندك شنو عندك شنو عندك شنو عندك بركي بركي بعد بركي دراري شويه الاسباس راه شويه الله يرضي عليكم هاد السيد راه دينا للسبيطار وما داروش معاه حتى حد كيفاش؟ دينا للسبيطار وكان غيضرب الطبيب وكان غيضرب المواطنين اللي داو وقلنا علمنا به بولي علمنا به كل شيء ولكن ما داروا معاه حتى شي حد لا 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 سعيد شوف راه غايبه سواق لا ولا سقفت لا جيب لها شويه الماشي غادي جيب لها شويه الماء ولا شويه السكر راه مشينا قويله هان سمعني شويه تيسا الله يرضي عليكم شوف شباب نفسوا شويه الوقت راه خايبه الله نطلعوا بعد هاد السيده نحيدوها من هنا خلينا تيجيو البوليس الصاحبي راه كيدخل علينا هو البوليس تيجيو البوليس الصاحبي تيجيو البوليس واش هاد الوضع اختلع واش نتي الحاجه واش كنتي بوحدك في الدار؟ كانت بوحدها ولكن الباب مسدود ولا محلول كان؟ راه فيها بواني يا صاحبي راه عاد كيحل كيدخل للبيبي ماشي هي السجارة كرتون جاوب السبيطار ولا مشيو السبيطار تقولي شكرا مرات ثانية دابا باش كيعطيك هذا الطعام وفين هو واش عندو عائله ولا هو ميتا ميتا ولكن مين كيفاش بحال مو قبل مريض هو ما المرض مسالي الله يجيب لي الشيخ الله يجيب لي الشيخ وعاقه تعطي الدواء مع اللي فيه ولكن ملي مات تسمو باه ما بقاش قاد عليه كان غيلوح باه من الشر هو دابا هادشي راه ولا خطر على الناس راه خطر راه حنا علمنا به وديناه للطبيب وكلشي ولكن راه خلينا تو كان يشوفوا على عينيهم هادشي اللي غيطرى في هذا ودابا المشكل انه وصل انه قج هذا هو الخطر اللي كاين ايوا راه خاص هادشي خاص يعني المسؤولين باش يتدخلوا بهذا السيد من اللي يتعالج من اللي تبقى الساكنه في امان مشينا قبيلة عاد القايد ما كاناش وقت كيفاش؟ مشينا عاد القايد هادشي قبل ما يوقع هادشي ولا شنو؟ خويا راه يوميا لا بلاتي الوقيت اللي مشيتي عند اسمعني الحاج واش الوقيت اللي مشيتي عندو قبل ما يوقع هادشي؟ قبل ما يوقع هادشي اه اوكي حنا كنديكلاريو يوميا بقيت كاع اللي فات تقبلنا لا القايد ولا رجالك ولا باتاك ولا الناس كلهم كيعيطوا في التليفونات يوميا وحدا واحد ما كاينش انا عيطت لك يوميا ما كيديروش شي حاجه حنا ولينا دابا مقاشرين ما كاينش اللي نطلعوا خايفين من التجمع ولا حتى حاجه والو اللي جا كيقول لك سير هكا دوز هكا سير عند القيد سير عند كوني سيري دوز هكا ما كاين حتى حاجه والو حيد حيد الدراري ديروا واحد شويه عنده شويه ولادات عنده شويه ولادات عنده ولاد راه عنده ولاد شويه الله راه ماشي وقت سيكا خويا خويا سوق على شويه خويا السوق ما خدامش السوق ما خدامش لا غادي حسن جنة اسمعني يا بلاسي حسن جنة
مشاهدي موقع شوف تي في، كيف شفتوا معنا هذا السيد مخسل عقليا، ملي كتجي هذه الحاله مره قالك في العام تهجم على السيده دخل عليها عريان وقجها من العنق ديالها في الصوره كتقول قجها. الله يجيب ليه الشفاء، واخا هذا المشكل اللي وقع نتمنوا ليه الشفاء اول حاجه. هذا السيد ماشي لخاطره مسكين، ولكن هادشي كيشكل خطر على السكينه. الحاجة فين هو الولد ديالك؟ ولدك فين هو؟ انت كتب بوحدك؟ ولدي وهي بنتي، كون ما بنتي كنت لحقت من الشاطئ. علاش كون باغي لوحة ولا شنو؟ كلقجني من عندك وما عرفتش قال يعطيني العصير، سمعت الدقة نسحب انا جايين هابطين من الفوق، حليت الباب هو يدفعني خرجني رزقني قال لي العصير، قلت لي ما عنديش. دخل راجل بنتي وبنتي حبش الروح واخا مريضة ما جراتنيش من رجلك كنت تعمل. كان باغي يلوحك؟ لا انا اللي بغا هو كان قشني من قشني من عندي اللي بالخلع ملي جروا بنتي وراجل بنتي بغيت بغيت يلوح بغيت يلوح. دخل لك عريان؟ عريان ما لابس والو، راه مشيت لعند القايد قال لي القايد ماشي ما حناش حنا ماشي حنايا ماشي ما ديالناش. هادشي قبل ما يوقع هادشي؟ وي هادشي خمسة ونص مشيت عند البوليس قالوا لي البوليس سير عند القايد. ملي مشيت عند القايد قال لي سير عند البوليس. قايد نمشي من عند هذا لعند هذا لعند هذا لعند هذا ما داروا معايا والو. قال لي سيري غتجي دورية تجي تدي المتشردين. جيت بقيت واقفة حاط خاشية راسي في الشجر ما جا ما جاو عاد جات عاد كيدورو هو ديك الساعة عريان وخرج. سيدو دويهم على روسكم اش راجل ماشي ريان صافي صافي هادشي. هو ديما كيدخل على عباد الله ولا شنو؟ ديما كيدخل على عباد الله على الحكار اللي عنده ولاده وصحاحين ما يدخلش عليهم. وانا حيت ما عنديش ولدي درويش وانا بوحدي مع هاد الراجل واخا كان مريض كيدير دياليت كان داير هيبة والله مات يلاه شهرين باش مات. هانتوما ها حنا ولادك واخا شي طيب تقول ما عندكش ولاد ترى كاملين الدري كاملين ولادك وشوف باش غنولي نضربو ونقتلوه والدرب الحشومه ما جاتش مريض قلت له مريض اصاحبي اشوف اخويا راه معطيها بحق الله راه ملي كيكون صحيح. لا شوف تيسع الله يرحم ليك الوالدين. شوف ما بغيناش ندمو كاملين واش في يدك شي عندي شي جمعه مريضه ان شاء الله اللي كيطلب الله يجيب لي الشفاء الله يجيب لي الشفاء. مشاهدي موقع شوف تي في احنا معكم مباشرة من الدار البيضاء احد الاحياء ديال الدار البيضاء اللي كيف سمعتوا من السيدة السيد هذا قال لك يكون بخير ولا خير كيف سمعتوا الشهادات ديال بعد الساكنة بين السيد كان بخير ولا خير يعني غير هذه المدة القليلة وكتجيه حالة ديال واش كاين مرض واش السيد عنده مرض نفسي أو عقلي قال لك عائلته سمحوا فيه
دابا واش هو ساكن حداها؟ ساكن هنا نفس العمارة عندك. هو ساكن في كاترين باب عليه المرض بوا شجاع حيد الباب للعود وركب باب الحديد 30000 عرفوا ومشى سلك الهراويين وخلينا احنا مع الصداع كاين كومونيكلا باتشو غير منكم ديال دابا هضر ما خصك تكون عندو لا بوطه ولا في الدار ما عندو والو وقف خريك كاين ها دابا راه شي واش لا في الخضره وشي خضره سنين دابا ولا 4 سنين كان كاين الحوايج ما شربوا دابا عاد الساعه ساعه 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 يا خويا امري ما عند من الخفاضات ودابا طلع لي الدار شنو دفع لامي ولا مريح في الدروج امشيني صافي وهبط شوف شال الدار لا باقي هنايا باقي هنا هذا شنو هو راه مسكر هاو كيجي الحال لا شكيل درار شويه المسافه بيناتكم الله يرحم لكم الوالدين ضروري صاحبي شوف لا خليه يتنفس شويه وصافي صافي دراري شويه اتصال الله يرحم لكم الوالدين سير وار لكم روار صافي هادشي جاي يا خويا دابا يا تسحر سبع الناس شنو هي تسحر سبع الناس تحر شوف هنا واش عرف بنادم صاحبي راه دابا ماشي الخاطر ماشي الخاطر بالعور ما راه شنو تبقى هي انا صاحبي بحال كوك ولدك امو صاحبي ماشي الخاطر مشاهدي موقع شوف تي في كيف شفتو وكيف سمعتو دابا المشكل هما التجمعات ديال الناس اللي خارجين دابا هاد السيد اللي مريض يلاه يجيب ليه الشفاء ولكن هادشي كيشكل خطر عليه بعدا اول حاجه يقدر يشعل شي بوطه الله يستر ولا شي عافيه ولا كيف ما كان الحال هو دابا تمكن انه الناس بعدا قال لك مشاو داروا شكايه به باش السلطات يجيو يشوفوا شنو واقع هاد السيد كيشكل خطر عليهم المشكل انه هو ساكن في نفس العماره وكانت شكايه قبل دابا هو داخل على عباد الله داخل على السيده ريانه اللي ميت لها راجلها وني قجها هي بالخلع كانت قالت بغات لحم الشرجم جاب الله راجل بنتها وبنتها وقيله هما اللي هما اللي تدخلوا باش يحيدوا باش يبعدوا عليها ولكن هادشي كيشكل خطر دابا الان الامن كيوصل باش يشوفوا شنو واقع هاي شوفوا راه غادي يشوفوا راه غادي يشوفوا الان مزيان ملي حضره الشرطه يعني غادي تفضل التجمع بس
خليها بوحدها، خليها السيدة بوحدها، خليها السيدة بوحدها ودخلوا. الله يرضى عليكم. سير صاحبي سير خذ راه هو ليه، راه هو ليه. سير بحالك انت، طلع بحالك انت الاول، هو الاول. يلا يلا فين هو؟ قول لي مثلا الله يرحم الوالدين. يلا خويا يلا حيد الدار، الله يرحم لكم الوالدين. الله يخدموا دابا، راه ما بقاتش غادي نتصرف. حيد الدار الله يرحم الوالدين. اه خدمتنا دايرينها شنو؟ هنا بعاد من بعدين منكم. حيد الدار صاحبي، راني دوزت معاك. الله يرحم الوالدين، خلينا نخدموا، راه ما غاديش نخدموا. انا نتصور. الله يكبر بك، الله يرحم لك الوالدين. انا بعيد شويه سيدي. يلا صديقي، راه كان انا ندير الخدمه ديالي، راه ماشي كنعرق لك العمل ديالك. صفر بيض. صافي صافي الحمد لله. مشاهدي موقع شوف تي في، كيف شفتوا معنا تدخل السلطه الان، جاو يتم القاء القبض عليه السيد مريض. الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله، ولكن الله يحفظ اي واحد مريض. بالنسبه لهذا السيد نتمنوا له الشفاء، والسيده اللي كانت عارضه هذا الشيء نتمنوا لها الله يحفظها. السيد كان مريض معذور، ما عندوش العقل. يعني قال لك بعض المرات كيكون بعقله، بعض المرات كتجي ديك الحاله. قال لك كيبيع وكيشري وكيصلي. قبل فاش سولو قال لهم التحر دابا باغي الناس. يعني هنا كتعرف السيد بانه مريض نفسانيا. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث. الله يجيب السلامه للجميع ان شاء الله.